السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ وليد، اريد بس احكي وياك بموضوع يعني خارج نطاق السؤال مالتك، لان خارج قبل نطاق اول السؤال؟ طب البارحه شفت عندك ليه كلام. عايز تناقشنا خارج شلون؟ نطاق السؤال؟ يعني هو في مو مره شيء قصدك، أهم بس من اني القرآن؟ هواي اتصلت عليك. يعني في شيء أهم من القرآن؟ يعني أنت لا شايف لا السؤال اللي لا أنت ما هتسأله لي أهم من القرآن؟ وليد اسماعيل، مثل ما اكو عندنا سنه ناس عوام مجرد انه يصلون ويصومون، انا هم من العوام. اذا تريد يعني تسال اكو ان يعني مثلا علماء يقدرون يناظروك، بس انا شفت عندك كم بث يعني يعني انت حكيت كلام، يعني انت فهو حضرتك حاولت دلوقتي اتصل بيك. حضرتك مش عالم ولكن عندك سؤال. شلون؟ يعني انت حضرتك مش عالم بس هو عندك سؤال. يعني شفتك البث الاول في البارحه كذبت بيه، فحاول انا هسه اريد اطلع الكذبه مالتك مثل ما يقولون. انا كذبت على شيء يعني؟ البث مالتك انت وعلاء المهدوي لما سالته عن الامامه، موضوع عن الامامه، ذكرت انه هم فصلوا عليك البث، تمام؟ ايوه ايه تمام. زين اذا هم لنفرض انهم فصلوا عليك البث، زين انا شفت بالفيديو على المهدوي يتصل عليك وانت اصلا ما ترد، والتليفون مالتك يرن وانت اصلا ما ترد. انا عايز اسالك سؤال بس، عايز اسالك سؤال. تفضل. لما حضرتك اتقطع البث والادمن هو اللي قطعه، يعني صاحب الغرفه يعني شيخكم هو اللي قطعه، قطعه ليه ابتداء؟ ها؟ ما انا اللي شفته لا ما مش اعرف اللي صار شفتي، خلل بالانترنت، انا ما ما اعرف شنو. بكلمك اللي شفتي، انا بسالك سؤال ترد علي. اللي قطع ايه البث قطعه ليه؟ اعتقد صار خلل بالانترنت. لا ما خرجش من وقطع الانترنت البث يا باشا، ما خرجش من الانترنت. الرساله بتقول ان هو ما خرجش من الانترنت يا حبيبي. رساله؟ ايوه بس اني اسمعني 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 اسمعني، وقلت مش بقول لك الماء شتمني بيقول لك وهذا الماء تكذب الغطاس؟ مش بيقولوا ما حبيبي يكذب اصبر الغطاس؟ اصبر ادي الرساله يا اخوانا، اهي يا الرساله. حبيبي، مو انت الرساله بتقول المشكله، ايه؟ انت لقد اوقف، اهو لقد اوقف المضيف تشغيل البث المشترك، اهو ايه تمام. هاي الرساله تطلع له حتى الانترنت انقطع. اهي اهي يا باشا، ثاني اهي شيء الرساله. يعني انا اعتذر اسمعني منك بس، بس اسمعني، انا ما بحب ما اللي اقدر كذب. اصدق اسمعني انت بس، متعود اسمعني. تزوير بعد ما الايميلات قطع الو بيقول ايه؟ انت قلت ايه من شويه؟ قلت ايه من شويه؟ بص يا اخوانا اهو، لما بينادوني لما بينادوني الانترنت عنده بقول فصل. لهم اهو يا اخوانا بصوا اهو، ابعد شويه عشان لما بقربها ما بتبانش، ابعد شويه. بينادوني بقول لهم ايه؟ انا موجود اهو. بعد ما استاذ قطع وليد، البث استاذ بقول وليد لهم بس انا ما موجود. امشي يلا استاذ وليد، امشي يلا، استاذ بس انتوا الكلام كذب ونفاق. امشي يلا امشي يلا امشي يلا. الو السلام عليكم. شوية كذبة. لو المشكلة إن أنا موجود أساسا، إن أنا موجود والبث كان مطفي أهو، موجود أنا أهو. وبص أنا موجود أهو، أنا موجود. وأقول لك وليد إسماعيل أهو، البث فوق أهو أسود أهو، بعد ما البث قطع أهو أسود أهو، البث أسود أهو أهو كده عشان يبان البث أسود وأنا موجود أهو.